طبعا اغلبنا عارفين ان كاس العالم هيبدأ يوم 20 نوفمبر اللي جاي في دولة قطر الشقيقة، وللأسف كنت اتمنى ان منتخب مصر يكون مشارك في البطولة زي 2018 في روسيا، ولكن الله يسامحهم بتوع السنغال. كل التوفيق لكل الدول العربية اللي مشاركة، تونس، المغرب، السعودية، يا رب يكون ليهم حظ كويس في البطولة دي. طب هتسألني ايه اللينك او الرابط ما بين واحد بيقدم حاجات في الأوفيس والإكسل بالذات وكاس العالم؟ هقولك ان انا عجبتني حاجة جميلة قوي شفتها، فحبيت ان انا شاركها معاكو في الفيديو ده. ويب سايت جميل قوي، فيه حاجة جميلة. لو جيت على صفحة انترنت وكتبت excel.co.uk وضرب انتر كده هو، هيفتح لك الويب سايت ده. هتروح بقى كده هو من داونلودز، تنزل على اول سكشن اللي هو ده، فهتلاقي فيه سبورت باكج، هتلاقي فيه بقى وورلد كاب 2022 سويب ستيك نيو. سويب ستيك ديت يعني زي اليانصيب او حاجه كده، فهي لعبه توقعات لكاس العالم. لو وقفت على اللينك دي كده وعملت دبل كليك، هيفتح لك ملف الاكسل دوت. في ملف الاكسل دوت هتلاقي فيه الشيت اللي احنا فيها دي، اسمها انفو، بتشرح لك ايه الحاجات اللي في الشيتس التانية والقواعد وحبه حاجات كده اهو. لو رحت بقى على كلمه السكادول نبدا بيها، هتلاقي كده هوت بيقول لك ادي اول ماتش هيبدا يوم 20/11 ما بين قطر والاكوادور، وحاطط يعني الماتش اتلعب وقطر كسبت 2-1 وهكذا لبقية الماتشات. فانا افترض ان الشيت دوت فيه الجدول بتاع المباراة والنتائج الحقيقية. حاجة جميلة في الموضوع وهي ان انت عندك فرصة ان انت تتوقع النتائج بتاعة الماتشات، انت واربعة تانيين من اصدقائك هتقارن النتائج اللي انت بتتوقعها قصاد النتائج الحقيقية، ثم بعد كده هتشوف النتائج دي في الداشبورد دي مين اللي قدر ان هو يتوقع اكبر عدد من الماتشات مظبوط فياخد النتيجة الاكبر. فتعال نجرب مع بعض كده اهو. لو جيت تعملها بمعادلة ران بتوين اللي هي بتطلع لك نتائج عشوائية، فهتيجي هنا في الشيت اللي في السكادول الجداول بتاعة المباريات، وطبعا عشان نبقى مستوعبين دي جداول بتاع المباريات بتاعة الماتشات في الدور بتاع المجموعات، ثم بعد كده هو ثمن النهائي، ربع النهائي، نص النهائي والفاينل. نفس الترتيب بالظبط في كل واحد من الناس دي اللي هم الناس اللي هيتنافسوا ما بينهم وما بين بعض عشان يتوقعوا النتيجة وتكون اقرب للحقيقة اللي هتحصل. فانا افترض ان مثلا دي الحقيقة، فنقول يساوي ران وننزل كده وندوس تاب زي ما تعلمنا، ونقول مثلا من 1-5 ونقفل الكوز بتاعنا وندوس انت، وناخد المعادلة دي كده اهو ونسحبها للاخر خالص، وكده ملينا الجدول ده. هناخد نفس المعادلة في الشيتس دي كده اهو وندوس كوبي، كده احنا ملينا كل النتائج المتوقعة مرة واحدة لكل اللعيبة. ايه اللي هنشوفه بقى؟ هنيجي في الداشبورد دي هتلاقي كل حاجة اتملت. اول واهم حاجة ان انت هتلاقي الرانكينج اللي هو بيقول مين رقم واحد. رقم واحد اللي هو توقع وقدر ان هو يوصل لاعلى دقة في التوقع هو الراجل اللي هو اسمه 01، لانه حقق 28 نقطة من دور المجموعات و9 نقط من دور الثمانية ونقطتين واربعة، المهم وصل للنتيجة ان هو جاب اعلى نتيجة في التوتال 43. وبرضو عشان تبقى فاهم التشارت اللي تحت اكتر، فالتشارت اللي تحت بتديك الوان لكل ستيج او كل مرحلة من مراحل البطولة. ففي دور المجموعات هتلاقي ان هو رقم واحد هو اللي جاب اعلى دقة في التوقعات بنتيجة 28، ويجي بعديه رقم 3، ويف ثمن النهائي هتلاقيه برضو هو اعلى واحد، وهكذا. الميزة الجميلة في الموضوع ان هي تقدر تتنافس فيها كلعبة مع اصدقائك وتتوقع الماتشات قبل بداية البطولة، ثم بعد كده تحطوا النتائج في الاسكادول وتشوفوا بقى مين كسب بينكم وبين بعض. وبرضو حابب اقولك ان من الملف دوت فيه نسخة برو من الموقع بس بخمسة جنيه استرليني لو انت عايزها، بتديك فرصة ان انت تلعب الموضوع لغاية 20 لاعب. في الرولز بيقولك لو البلاير correctly predict the exact outcome of the match result هياخد 3 point، يعني لو انت توقعت النتيجة مظبوط هتاخد 3 point، ولكن لو انت توقعت بس مين الوينر، مين اللي هيكسب الماتش، ولكن النتيجة كانت غلط، هتاخد بوينت. لو متوقعت الامر اصلا غلط، يعني النتيجة غلط والوينر غلط، يبقى انت مش هتاخد ولا بوينت. دي الرولز الموجودة هنا. هنا بقى بيقولك ان انت تقدر تسيت الرولز زي ما انت عايز، وكمان في الباسورد بروتكتد فري، لان الملف هتلاقي فيه حاجات كتيرة معمولها باسورد علشان هو منديك النسخة الفري، فهتلاقي ان كل حاجة مفتوحة وهكذا.
ودي فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان انتوا تبعتوا الملف دوت لكل اصدقائكم عشان تقدروا تتنافسوا مع بعض. وطبعا اتمنى ان انا اكون فدتكم بمعلومة جديدة حتى لو كانت بسيطة. وطبعا هتلاقي اللينك بتاعت الملف دوت في الشرح موجودة، تقدر تنزله تتنافس مع اصدقائك. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.